نروحوا للتمرين رقم 10 من السلسلة تاع 50 تمرين. راهي كاينه سلسلة تاع 50 تمرين جماعة. على المحور الأول اللي هو الأعداد والحساب، سلسلة الخمسين تمرين على محور الأعداد والحساب. إذا أقول لك إكس و إيجريك، إكس و إيجريك عددان حقيقيين حيث إكس أكبر من إيجريك وأكبر من صفر، يعني إكس و إيجريك عددين موجبين حقيقيين بصح موجبين، مفهوم؟ إذن قال لك أ يساوي، هذيكم العبارة تاعها. ثم قال لك أحسب، السؤال الأول شنو قال لك؟ قال لك أحسب أ مربع بدلالة إكس وبدلالة إيكغريك، بدلالة إكس و إيكغريك. إذن نروحو نحسبو أ مربع جماعة، نبداو. إذن أ مربع واش تعطيني؟ إكس زائد جذر إكس مربع ناقص إيكغريك مربع، هكذا زائد جذر إكس ناقص إكس مربع ناقص إيكغريك مربع، هكذا. هو واش قال لك؟ قال لك أحسب أ مربع. إذن هذه كي نديرو لها التربيع، هذه أيضا نديرو لها التربيع. طيب حنا عندنا حنا عندنا عبارة جبرية تقول أ زائد ب الكل مربع، واش تعطينا؟ أ مربع زائد ب مربع زائد 2 ا ب، صحيح، متطابقة شهيرة رقم 1. إذن الا هوليك يعني يوري لك جذر كبير اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع، هكذا الكل مربع، هذا هو الامر، زائد ب مربع معناتها الجذر تاع اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع الكل مربع، زائد 2 في ا في ب، يعني 2 في هذا في هذا، 2 جذر اكس زائد اكس مربع ناقص ايكغريك مربع في جذر اكس ناقص يعني هذا في هذا، جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع، هكذا. من بعد واش تعطينا؟ هذا المربع يروح مع الجذر او الجذر يروح مع المربع، واش يعطينا؟ يعطينا اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع، هكذا، زائد المربع هذا يروح مع الجذر، واش يعطينا؟ اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع، هكذا. عفوا ناقص هنا ناقص، هذه هنايا ناقص، هكذا. من بعد زائد ماذا؟ 2 في الجذر الكبير هذا في هذا، ها اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع في اكس ناقص جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع، هكذا. اذا هذا عندنا زائد اكس مربع ناقص ايكغريك مربع ناقص جذر، عندنا زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع مع ناقص جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع يروح، وعندنا اكس زائد اكس واش يعطينا؟ 2 اكس، هكذا. زائد تبعوا مليح معايا 2 ونفتحوا الجذر، واش عندي؟ عندي هذا في هذا، هذا واش مكتوب من الشكل؟ ا زائد ب في ا ناقص ب، ها اكس زائد ا زائد اكس ناقص ا ناقص. اذا ال ا هو اكس والب هو جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع، هكذا. اذا متطابقه شهيره رقم 3 ش تقول؟ ا زائد ب في ا ناقص ب تعطينا ا مربع ناقص ب مربع، فهمتوا؟ اذا عندي ال ا هو اكس وبالتالي تعطيني ا مربع يعني اكس مربع ناقص ايكغريك او ب مربع اللي هو جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع الكل مربع، جذر اكس مربع ناقص ايكغريك مربع الكل مربع، هكذا. من بعد واش تعطينا؟ 2 اكس زائد 2 جذر اكس مربع ناقص المربع يروح مع الجذر،
ومن بعد واش تعطينا ناقص اكس مربع ناقص ايكغيك مربع هكذا. من بعد واش تعطينا تعطينا 2 اكس زائد 2 جذر اكس مربع ناقص اكس مربع زائد ايكغيك مربع. هذا ما يروح واش يعطينا 2 اكس زائد 2 جذر ايكغيك مربع، المربع يروح مع الجذر واش يعطيني 2 اكس زائد 2 ايكغيك. لاحظوا مليح معايا، لاحظوا باللي ا مربع هاي ليكم ا مربع بعد التبسيط تاعها تعطينا 2 اكس زائد 2 ايكغيك هكذا يا جماعه. من بعد موراها واش قال لك؟ قال لك استنتج السؤال رقم 2، قال لك استنتج كتابة بسيطة للعدد A. استنتج كتابة بسيطة للعدد A. اذا السؤال رقم 2، هذا السؤال رقم 1، هذا السؤال رقم 2. اذا عندي A مربع يساوي 2x زائد 2y، اذا يستلزم انه A يساوي الجذر 2 اكس زائد 2 اجرك. نستنتجنا قيمة مفهوم. اذا اللي ما مرش على ا مربع، اللي ما جابناش ا مربع صحيحة، يعني السؤال رقم 2 راح يكون خطأ. السؤال الثالث قال لك استنتج قيمة ب مما سبق، قال لك استنتج قيمة ب مما سبق. لاحظوا معي يا جماعة، تبعوا مليح معي. إذن عندي أنايا هذه ب تساوي ماذا؟ سؤال رقم 3 قال لك ب ماذا تساوي؟ ب تساوي جذر 5 زائد جذر 21 زائد جذر 5 ناقص جذر 21. لاحظوا مليح معي، هنايا نضع، تقول له نضع مما سبق اكس يساوي اكس يساوي، لاحظوا مليح معايا هنا عندي ا ماذا يساوي؟ هاوليكم هنا ا، شوفوا ا ماذا يساوي؟ اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغيك مربع. ها اكس زائد جذر هاو يتشبه لها، اذا اكس زائد جذر اكس مربع ناقص ايكغيك مربع. اذا وضعنا اكس هو 5، اذا وضعنا اكس هو 5 سما ايكغيك شحال راح يكون؟ إذن أنا واش عندي؟ إكس هنا والإكراك عندي هنا، إكراك مربع ناقص إكراك مربع إكس مربع ناقص إكراك مربع ماذا يساوي؟ يساوي 21، وبالتالي عندي إكس مربع ناقص إكراك مربع يساوي 21. وحنا عندنا إكس مربع هو 25 أو إكس هو 5 هكذا، وإكس مربع هو 25، إذن تولي لك 25 ناقص إكراك مربع يساوي 21، وبالتالي إيكغيك يساوي إيكغيك مربع يساوي 4. إذن إيكغيك ماذا يساوي؟ إيكغيك يساوي 2 أو إيكغيك يساوي ناقص 2، وبالتالي هذا الحل مرفوض. لماذا؟ لأنه قال لك إكس وإيكغيك عددين حقيقيين موجبين تماما أكبر من الصفر، مفهوم؟ وبالتالي الإيكغيك هو 2. تبعوا مليح معايا، هذه بي شوفوا نكتبوها، بي تساوي جذر إن شاء الله تكون تبان، جذر 5 زائد جذر 21. هذه كيفاش نكتبها؟ تبع مليح معايا، 21 هي ماذا؟ هي إكس مربع، هذه هي إكس مربع ناقص إكراك مربع. وش يعني؟ معناتها 5 مربع ناقص 2 مربع، إيه ولا لا؟ 5 مربع 21 و 2 مربع هو 4، 25 ناقص 4 تعطينا 21. من بعد واش عندي؟ عندي ب زائد، عندي هذا العدد قيمة زائد العدد الثاني أو العبارة الثانية، جذر إكس ناقص إكس جذر إكس مربع ناقص إكراك مربع. إذن تبعوا مليح معايا، إذن تقول لك جذر 5 ناقص هاي 5 ناقص جذر إكس مربع ناقص إكراك مربع، هاي لك إكس مربع ناقص إكراك مربع. إكس مربع
اللي هو 5 مربع ناقص 2 مربع. لاحظوا مليح معايا، رانا كتبناها من الشكل ا بصبت بكي عوضنا الاكس والايجريك بالقيمه تاعهم. اذا هذا العباره ب رانا كتبناها تشبه للعباره ا، مفهوم؟ هو قال لك استنتج قيمه العدد ب، يعني ب ماذا يساوي؟ احنا ا كي بسطنا العباره تاعها واش صبنا؟ صبنا تساوي جذر 2 اكس زائد 2 ايجريك، وبالتالي العباره ب تساوي جذر 2 اكس يعني 2 في 5 زائد 2 ايجريك يعني 2 في 2 ايضا، وبالتالي تساوي جذر 10 زائد 4 تعطينا الجذر 14، تعطينا الجذر 14. اذا قيمة العدد ب هي جذر 14. هو قال لك في السؤال الجماعة قال لك استنتج، قال لك استنتج ما قال لكش احسب، مفهوم؟ قال لك استنتج مما سبق، يعني من القيمة تاع ا كيف حسبناها كيف بسطناها صبناها جذر 2 اكس زائد 2 ايكغيك فما جبنا قيمة تاع هذه ب. التمرين الموالي هو التمرين رقم 11، هو التمرين رقم 11.